بنحب نشكر أكيد الزميل مهند الراميني على هذا التقرير. سيدة طموحة وضعت هدفاً وسعت لتحقيقه، تحملت الغربة وصعوباتها وأصبحت قصة نجاح ملهمة. فهي زوجة وأم لخمسة أطفال، تعمل في مجال تطوير الأعمال. بدأت مسيرتها في سن صغيرة حتى نجحت وأصبح لها حضور واسم قوي في مجال تطوير الأعمال. لنتعرف أكثر، يسعدنا أن نستضيف السيدة رداء الحسن، مديرة تطوير أعمال. يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا كمال وداليا، كيفكم؟ يسعد صباحك. وشكرا لكم على هالاستضافة الجميلة. اسمي رداء الحسين. رداء الحسين. رداء الحسين. نعم. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا رداء. بداية نحكينا عن مسيرتك المهنية وكيف بلشتي فيها. هلأ كيف بلشت؟ هو الأمانة يمكن أهم بداية بحياتي. أنا كنت طموحة أني أكون في يوم من الأيام طبيبة، لكن لظروف معينة أسرية ما قدرت أدخل هذا المجال، وقررت أني أتوجه لإدارة الأعمال. جميل. درست دبلوم إدارة الأعمال ورجعت للمملكة، لأن درستها بسوريا بحكم أنه أنا سورية، وبدأت في هذا المجال. بدأت خدمة عملاء أو منسقة خدمات مرضى، لأنه اشتغلت في القطاع الصحي، وبعدها انتقلت لمجال التجميل والجمال والخدمات العناية. نعم. وتطورت هاي المسيرة شوي شوي لحد ما وصلت في يوم من الأيام إلى مديرة تشغيل ومطورة أعمال. ما شاء الله. جميل جدا. يعني بدأتي كموظفة. أكيد. في خدمة العملاء. أكيد البداية لازم تبدأي أنت تدرجي لتاخذي السلم الوظيفي، تبدأي من الزيرو، نطلع السلم درجة درجة لتوصل للأحلام. يعني كتير بنشوف إحنا أشخاص من الخريجين الجدد بكونوا هم متحمسين لسوق العمل، بدهم يبداوا في مسمى وظيفي. صحيح. جدا كبير، او في يعني زي ما نحكي احنا بيعملوا سكيب لهذا السلم الوظيفي. مزبوط. او التطور. احكي لنا اكثر، كيف بداتي في هذا الموضوع وكيف بلش التطور معك؟ قد ايه تعبتي في هاي المرحله حتى وصلتي للي انت فيه؟ خليني احكي لك من البدايه. رحت لاعمل مقابله وظيفيه مع مديري اللي كان له فضل كبير علي للامانه، فسالني سؤال، قال لي رداء لو بدي اسالك بعد 5 سنوات ايش حتشوفي نفسك؟ طلبت منه انه يخلي الخمس سنوات 10. قلت له ممكن تسمح لي أجاوبك على هذا السؤال، لكن مع إضافة بسيطة، خليها 10 سنوات. نعم. خلي تفضلي خليها 10 سنوات. قلت له سأجلس مكانك وأقوم بمهامك وأقوم بأعمالك. فعليا بعد 10 سنوات قدرت أني أخذ هذا المكان. نعم. بغض النظر عن المنصب، لأنه أنا بالنسبة لي ما تهمني للأمانة المناصب أو المسميات الوظيفية. نعم. لكن كنت طموحة جدا أني أنا أتطور وأوصل لهذه المرحلة، وفعلا قدرت أوصل لهذه المرحلة. جميل. تتعلمي أشياء كثيرة. يعني ما ممكن في يوم من الأيام توصلي وتقومي بأعمال مهمة أو إلها دور استراتيجي مهم في الشركات من غير ما تتدرجي هذا التدرج الجميل. صحيح. لن تحسي بمعاناة الموظفين اللي معاكي إذا ما قمتي بدورهم. 100%. من خدمة العملاء إلى المنسقات إلى المديرات إلى أن تصبحي بهاي الدرجة أو بهذا السلم الوظيفي اللي أنت تطمحي له، لازم تقومي بأدوارهم. صحيح. بتحسي بشعورهم. صحيح. 100%. طيب قديش صعب أنك اليوم تكوني مديرة لشركة فيها 400 موظف؟ يعني احنا ما بنحكي عن 20 30 للأمانة. 400. كثير صعب. 400 كان في منهم 350 سيدات و50 رجل. نعم. الرجال سهلين. انا التعامل مع الرجال سهل جدا. نعم. يعني وبالنسبه لي مريح. اما السيدات 350 سيده من مجتمعات مختلفه، ثقافات مختلفه، ظروف معينه مختلفه. يعني ما في امراه تضطر انها تعمل لساعات عمل طويله الا عندها احتياج مادي، التزام اجتماعي، طموح، ايا. نعم. كان الالتزام اللي هي تسعى له. نعم. كان جدا صعب، لكن التوازن شيء مهم. صحيح. لما تتعامل مع موظفينك انك انت معاهم اخ وصديق وقائد وداعم، وتلغي تماما شعور المنافسه وتلغي تماما شعور الغيره اللي في العمل، راح يتجاوبوا معك، راح يتبنوا افكارك. جميل. لما يحسوا انك انت واحد منهم. نعم. ما بتتعالى عليهم. يعني احنا كنا بنعرف انه في انماط كثيره في الاداره. صحيح. في استبداديه وفي ديمقراطيه وفي ليبراليه. حلو الخليط، ما ممكن تمشي على نمط واحد. لكن لما الموظفين اللي معاك يشعروا بالمسؤولية ويحسوا أنك أنت بتشاركهم حتى قراراتك. يعني كنت في يوم من الأيام إذا عندي فكرة تسويقية، عندي قرار حابة أني أنا أعمله، أجمعهم حوالي وأشيرهم، يعني أتشاور معاهم قبل ما يصدر هذا القرار، لأني أنا أتمنى أنهم يتبنوا معي. نعم. وهذا أهم خطوات النجاح. جميل جدا. رائع جدا. بهاي الحالة بشعر الموظف أنه هو من عائلة هذا المكان. طبعاً. فهو بصير يعطي بكل حب، تصبح بكل هاي إخلاص. أسرة. إحنا. صحيح. بنعيش في العمل أكثر ما بنعيش مع بيتنا وأزواجنا وعوائلنا. في يوم من الأيام سألني، كنا في اجتماع مجلس الإدارة، سألني رئيس مجلس الإدارة، رداء هل أنت تعتبري نفسك مدير ناجح؟ استوقفتني كلمة مدير، لأني أنا مش مدير ولا أحب أني في يوم من الأيام أكون مدير. أنا قائد ناجح.
جميل. قائد ناجح بس النجاح هذا ما ينسب لي لوحدي، أنا معي مجموعة، معي فريق عمل. نعم. فريق العمل يبدأ من عامل النظافة، نعم، والسائق إلى أن يتدرج إلى أكبر منصب في هذه المؤسسة. صحيح. لو ما كلنا إحنا فريق واحد، عائلة واحدة، لن نحقق نجاح في يوم من الأيام. صحيح. صحيح. ما في إيد بتزقف لحالها. طبعا مستحيل. فبدك فريق كامل. أثبتي نفسك في الغربة، ودائما يعني الغربة بتكون أصعب عادة من إنك تثبتي نفسك في بلدك. احكي لنا أكثر عن التحديات والصعوبات اللي واجهتيها كيف كنت تتغلبي عليها؟ طب خليني بس أول شيء ألغي كلمة غربة. أنا دخلت المملكة العربية السعودية عمري 5 سنوات. نعم. وعاصرت 4 ملوك، من الملك خالد، الملك فهد، الملك عبد الله طيب الله ثراهم، إلى الآن إحنا في عهد الملك سلمان ولي عهده الأمين محمد بن سلمان، ما عمري شعرت بالغربة. فأصبحتي يعني بنت بلد. أنا واحدة من هذا المجتمع. جميل. أنا أنتمي لهذا المجتمع. نعم. للأمانة أنا أعتبره وطني الثاني، وقد يكون في بعض الأيام يطغى على كلمة الثاني فهو وطني الأول. نعم. مجتمع جميل، داعم، مساند، ما بيحسسوك بالغربة، يحتووك، يفتحوا لك أبواب أنك أنت ممكن تتطور وتكبر معاهم. يعني أنا مجال عمل اللي بنتكلم عنه اليوم 20 سنة وأنا معاهم، ما شاء الله. لما يكون في عندك هذا الاحتواء والدعم وإحساسك بالانتماء للبلد مع شعبه ووطنه، ما بتفكر في يوم من الأيام أنت في غربة. يعني اسمحوا لي أنا أتذكرني كنت مرة في، للأمانة، في غربة في منطقة بعيدة عنا تقريبا 17 ساعة عن السعودية. نعم. وحنيت جدا للسعودية، فقدتهم، لأنه مستحيل تتخيل نفسك برا هذا البلد اللي أنت عشت فيه. فكتبت كلمات: سعوديتي وحبيبتي، مقيم أو وافد، أيا كانت هويتي، أحببتك وأصبح نشيدك أغنيتي، كبرت وعشت فيك وأنشأت عائلتي، هي غربتي، هي دولتي، هي أسرتي، أزور العالم وأحن إلى سعوديتي. الله عليك. يعني السعودية لو نتكلم، لو نلغي كل البرامج ونطلع نعمل برنامج عن السعودية، ما رح أقدر أوصف هذا الشعور. كل إنسان في طريق ومسيرة حياته بيكون فيه له أشخاص داعمين. مين كان أول الأشخاص الداعمين ويواقفين معك؟ شوف، كلمة داعمين كلمة كبيرة، لكن وراها أشخاص عظماء. نعم. تبدأ من الأب والأم. صحيح. أنت في ضمن أسرة، لو ما دعمك أبوك وأمك وأخوك وأهلك، ما ممكن تطلع بهاي الشخصية الحلوة للمجتمع بالطبع. بدايتك، بعدين يدخل في حياتك أشخاص كثر، حتى الناس اللي معك بعملك لما يدعموك يسندوك هم داعمين. نعم. صحيح. كل العالم اللي بتختلط فيهم في كلمات الحب اللي يوصلوا لك إياه هم داعمين. نعم. أكثر شخص دعمني بحياتي للأمانة، أنا زي ما حضرتك تفضلت، أنا زوجة وأم لي 5 أطفال. مو سهل جدا انك انت تتغرب وتعيش وتسافر وتعمل. مو سهل ابدا. مو سهل، 5 أطفال، يعني انت تتكلم عن مسؤوليه جدا كبيره. نعم. فكان الداعم الاساسي بحياتي هو زوجي، يعني اوجه له تحيه من هذه القناه الجميله. اكيد بوجه له التحيه. اكيد تحملني كثير وتحمل ظروف عملي، انا كنت اداوم في اليوم 16-17 ساعه. انا تزوجت اصلا في هذا العمل وانجبت 5 في هذا العمل، فلولا كان هذا الانسان في حياتي واللي انا افخر باني انا زوجته اليوم، ما كان ممكن اوصل لهذا المكان. صحيح. رائع جدا. اسمك جدا رائع، رداء. احكي لنا شو معنى اسمك. شوفي، للأمانة دالي في البداية ما كنت أحب اسمي، يعني كلنا بنعرف التنمر في المدارس. نعم. وبعض الاستهزاء على الأسماء، فكنت لما أحكي اسمي أشعر للأمانة بحرج. فرجعت مرة من المرات للبيت، يعني أسأل أبوي الله يسامحه: يا أبوي ليش سميتني هذا الاسم؟ يعني ما في اسم بالدنيا غير رداء، إيش قصة هذا الاسم؟ نعم. طالع في يوم الأيام يحضر فيلم سينما لنجلاء فتحي، حضر فيلم اسمه الرداء الأبيض. إجابته كانت للأمانة يعني غريبة، قال لي: أنا بنتي ما شفتك غير رداء، رداء الحب، رداء السلام، رداء العطاء، رداء المحبة، أنت راح تكوني في يوم من الأيام رداء لنفسك وعائلتك وكل المحيطين. جميل. صدقا أنا هذا الاسم صار يعني يشكل شخصيتي. نعم. يعني بعد هذا الكلام حبيت الاسم كثير، حبيته، لأنه جميل. حتى اللي حوالي صاروا لما يسمعوا أنا أعرف عن نفسي أنا رداء يعطوني والله إن شاء الله أنك رداء الجمال والحب والسلام. موظفاتي اللي كانوا معي هم خواتي وزميلاتي، أكيد كانوا دائما يشعروني أنه أنا عاملت لهم زي غطاء الحماية والأمان. نعم. والدعم، بعدها صرت أحب. جميل جدا. بس. طيب اليوم رداء، أنت بعد ما وصلتي لهذا النجاح وحققتي واكتشفتي أنه لا شيء مستحيل مع الإرادة، اليوم شو رسالة بتوجهها للسيدات وللنساء اللواتي بدهم يصيروا يعني بيعتبروك قدوة؟ بس يعني دائما مرات الإنسان بيكون عنده تردد في شغلات كتير، بأفكار كتير، بطموحات كتير. اليوم شو رسالتك اللي بتوجه لهم إياها؟ شوف، في كثير من النصائح اللي بنسمعها مؤخرا: تعلمي تقولي كلمة لا. هاي أول شيء لازم تشطبه من حياتها. نعم. في بداياتنا الوظيفية يجب أن نلغي كلمة لا. شكرا. مستحيل
إذا إذا أنت عندك طموح توصلي في يوم من الأيام، سواء في تفتحي بزنس خاص، سواء أنك تكون عندك تطور وظيفي، لازم تتعلمي كل شيء. نعم. أنا أتذكر كنت أدخل في يعني في أشياء واجتماعات وأمور تناقش في إدارة العمل، أنا ما لي علاقة فيها، أنا تشغيل وإدارة تطوير أعمال. دخلوني في الHR، دخلوني في الماركتينج، دخلوني في الصيانة، في تنظيم أعمال حتى السائقين، لأنه منظومة كبيرة 400 صحيح. موظف تحتاج يعني أشياء كثيرة وتفاصيل كثيرة. ما عمري في يوم من الأيام نطقت كلمة لا. كنت أمتعب في البدايات، كنت أستاء أنه أنا إيش جابرني أني أتحمل كل هذا العبء. لما بدأت أتعلم كل هاي التفاصيل ووصلت في يوم من الأيام أني أقوم بكل هاي الأعمال وإشراف عليها، تعلمت أنه يجب أن نلغي كلمة لا. المنافسة حلوة لكن لازم تكون شريفة. صحيح. لازم يكون في منافسة حب عشان ما يطغى الحسد والحقد على الشعور فيلغي مشروع نجاحك اللي أنت تطمحي له. لا تفكر أنه أنا معي شهادة ومعي دكتورة معي ماجستير، إيش مكانة شهادتك؟ إذا ما عندك خبرة ابدأي في القليل لأنك حتوصلي أكيد وتحققي أحلامك. لا تستسلمي لأي إنسان يحاول يحبطك. ابعدي عن الناس السلبية، ابعدي عن الناس اللي تحاول تستفزك وتعطيك طاقة سلبية إنه مستحيل توصلي، مستحيل يكون عندك مشروعك، مستحيل مستحيل. ابعدي عنهم، حطي أمامك هدفك وراح توصلي له في يوم من الأيام. جميل جدا. رداء، يعني النجاح أبدا مش سهل، لو كان سهل كان كل الناس طبعاً. بالحياة طبعاً. ناجحين. فيعطيك ألف عافية، فخورين جدا إحنا فيك. أنا اللي فخورة أني تشرفت فيكم اليوم وشكرا لهاي الفرصة. نورتين. لنحاول فعلا نوصل فيها رسالة جميلة للسيدات. صحيح، جميل جدا. وشاكرة ومقدرة. نتمنى لك مزيد من التوفيق والنجاح والتألق. أنا بتمنى لكم التألق والنجاح. يسعدك كل شيء. يعطيكم ألف عافية.